أهلا وسهلا فيكم أحبائي متابعيني. اليوم الفيديو عن وصفة كتير طيبة، هي الحقيقة مو وصفة واحدة، هدول 3 وصفات بوصفة واحدة، كل واحدة منهم ممكن نعتبرها وصفة لحالها نعملها ضيافة أو حلو لوحده. اليوم رح أجمعهم كلهم بفيديو واحد يطلع معنا حلا كتير مميز، شكله حلو وطعمه رائع، وكمان طريقته كتير سهلة ومتشابهة، ما رح تعذبكن أبدا. الحلا عبارة عن 3 طبقات مثل ما شايفين بالفيديو، 3 طبقات كل وحدة أطيب من التانية، شكلها كتير حلو وأنيق، تقطيعتها حلوة، تناغم الطعمات رائع، يعني في تناغم بين الطبقات، ومثل ما قلت كل طبقة من هالحلا تعتبر وصفة لحالها. الطبقة الأولى هي وصفة البراونيز، أنا منزلتها فيديو موجود بالقناة، رح نعملها بطريقة سهلة وكمان بمقادير متشابهة، كلياتها نص كوب نص كوب تقريبا من كل المقادير. عندي نصف كوب من الزبدة الدايبة، دايبة وليست ساخنة، نصف كوب من السكر الأبيض ونصف كوب من السكر البني، واللي ما موجود عنده السكر البني بيستعمل المقدار كله من السكر الأبيض العادي، وبنخلط المقادير لمدة دقيقة. بدي أضيف فوقهم حبتين من البيض وأكيد معلقة صغيرة من الفانيليا، كمان بحرك بالويسك. عندي هون نصف كوب من الطحين، بدي أنخلهم فوق هالمكونات، ونصف كوب من الكاكاو. بتلاحظوا قد ايه المقادير كلياتها سهله جدا، مجرد نصف كوب من كل مكون، بنخلون بمصفايه ناعمه اتخلص من كل الكتل، وبحركهم مع بعضهم. صار مزيج البراوني جاهز، ضفت رشه ملح صغيره. البراونيز بيختلف عن الكيك، ما بينفش معنا وبيضل ستيكي وفي طراوه، مختلف عن الكيك. اختياري ضفت شوي نصف كوب تقريبا من الشوكولا المقطعة، اختياري، ممكن تستغنوا عن هالخطوة. حطيت ورق زبدة بصينية الفرن، وبدي حط خليط البراونيز. الفرن سخنته على درجة حرارة 170، شاعل من الأسفل. البراونيز رح ياخد معنا تقريبا 15 دقيقة، بعدين بشعل الفرن من فوق شي 5 دقايق. انتبهوا لأنه اللون غامق فما بيبين معنا، مجرد ندخل عود أسنان حتى نعرف إنه البراونيز نضج بهذا الشكل. رح شيله لأني بدي استعمل نفس الصينية، رح احط بقية الطبقات. وهيك بعد ما نظفت الصينية رجعت أول طبقة اللي هي البراونيز، كتير طيبة هالوصفة. الطبقة الثانية اللي بتظهر مقاديرها على الشاشة، عندي كوب من الكريمة وكوب من الجبنة، معلقة كبيرة ممسوحة من الجيلاتين، ضفت عليها 3 معالق ماء عادي، بحركهم وبتركهم لدقايق. بعد دقايق بدي احطهم بحمام ماء ساخن، يعني بمي سخنة او بالميكروويف، ارجع دوبهم ورجع الجيلاتين لحالته السائلة 2 دقيقة وبيرجع بيدوب الجيلاتين. راح اخلط الكريمة المخفوقة مع الجبنة، انا غيرت الوعاء لقيته صغير، نخلطهم مع بعضهم. الكريمة إذا كانت ما فيها سكر طبعا أثناء الخفق منضيف سكر بودرة وشوية فانيليا، ممكن نستعمل الكريمة البودرة اللي بنخفقها أو الكريمة السائلة. الجيلاتين ده بضفته فوق هالحشوة، حشوة كتير طيبة. صارت الطبقة الثانية عندي جاهزة، بضيفها فوق طبقة البراونيز، بسوي السطح، هخليها تتماسك بالبراد بالثلاجة لحتى تصير سطحها متماسك. الطبقة الثالثة كمان هلأ بتظهر مقاديرها على الشاشة، عندي شوكولات دوبتها بحمام مائي، ما بدي اياها تسخن انما فقط تدوب. دائما هون الشوكولا عم نعمل نحن موس، فمقدار الشوكولا ضعف مقدار الكريمة، كريمة سائلة، كريمة حلويات سائلة، بخلطهم مع بعض بهذا الشكل. وهلأ بدي أضيف عليها معلقة صغيرة من الجيلاتين،
كمان دوبتها بثلاث معالق صغار من الماء، وبعدين حطيتها بماء ساخن، نفس الطريقة اللي أنا بتبعها بكل الفيديوهات. وصارت عندي الطبقة الثالثة جاهزة، رح ضيفها فوق الطبقة الثانية طبقة الجبنة، وخليها تتماسك بالثلاجة بالبراد، وبس يبردوا بسهولة مجرد حرر الأطراف وبطالع الطبقات من القالب. ممكن استعمل قالب التشيز كيك او الرينج، او ممكن اي صينية عادية، الزينة مثل ما انتو بتحبوا. انا رشيت شوي من الكاكاو البودرة، وكمان عملت شوية شوكولا، فينا نزين مثل ما انتو بتحبوا. جربوا هالحلا كتير طيب، وبشوف